بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبنا نتكلم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد لطفي هيعرض علينا النهاردة حاجة في حلقات الكرتونيات بتاعتنا، وهيعرض علينا فكرة جديدة احنا أول مرة نسمع عنها، وهي فكرة صيد أي حاجة بأي حاجة. اتفضل يا أستاذ لطفي. أهلا بكم يا أعزائي المشاهدين. احنا اليوم دوت هنوريكم المصيدة الاختراعية، نقدر نمسك بها أي حاجة، قطط، فيران، عصافير، أي حاجة. أي حاجة؟ ايوه. او انا سمعت ان هو للفران، بس بقى لي 10 سنين بمسك بيها فران. بس انت هتدينا الافكار الجديده يا أيوة. يا سيد لطفي، نقدر نصيد بيها اي حاجه، حتى الفران والقطط والتعبين. طب السمك ينفع؟ لا. السمك ممكن يفضل، اما الاخطبوط ممكن ياخد الشكل لحد ما احنا نفتح يخرج. طبعا الاخطبوط هيتشكل فعلا، يبقى كده بلاش الحياه البحريه، خلينا في الحاجات الباقيه اللي هي ايه، وكمان اي حاجه، حتى الديدان. ديدان كمان تقدر تمسكها بالمصيده. ايوه ديدان. نعم. مصيده تبلغ 1,000,000 جنيه. يا طبعا 1,000,000 جنيه. هوريكم دلوقتي الاختبار. ورينا الاختبار. جي ار. انت هتدخل جي ار في المصيده؟ ايوه. جي ار، اجري اجري يلا. لا يا لطفي، حرام حرام، هيتزني حرام. ده حاول تجرب في حاجه تانية، يعني نعتبر ان هو احنا جربنا. القط ده ينفع فعلا ان هو يدخل جواها؟ لا ما ينفعش، لو دخلته هيفضل يفرفص، بعدها هيكون عملت حاجه وحشه. ايه هي الحاجه الوحشه؟ ان هو كبير شويه، لو دخل هيتزنق ويتخانق. طبعا ويموت. طبعا طبعا. يبقى كده في الحاله دي احنا اذيناه. ايوه. لا خلاص احنا بلاش نجرب عليه. انت ايه رايك نجرب على ايه؟ العصافير. العصافير تمام. حندوق ما ينفعش ان احنا نجرب عليه؟ انا لا طبعا، كبير قوي. ما تخشش جوه المصيده دي. أنا ما تخشش جوه. أدخل. انت المساعد النهارده يا حنبوزو. ادخل انا. حندوق. ايوه دخلت انا. هو دخل ايده بقى. انت كده لو عصفوره وجيت تمسك في البتاع الملبلبه دي تروح قافله. اوريكم ايه. ورينا. افتحها لكم دلوقتي. لا ده انت كده تمام. انت كده عصفوره. ايوه بصوا، تقفش على ايدي دلوقتي. انت كده لو عصفوره تلعب جوه صح. ايوه بصوا، مش عارفه اخرج ايدي، بس اقدر ادوس كده. اهي اتحررت. نعم نعم اتحررت. ايوه لازم تشتري واحده زي دي وتصطادوا اي حاجه انتوا عايزين. هات الكراسه وانت جاي، وتابعونا على القناه واعملوا اعجاب ولايك واشتراك. وايه؟ واشتراك. وقول لهم تابعوني في سوبر حندوقه. ايوه قول لهم بقى واشتراك في سوبر حندوقه. سوبر لطفي بسوبر حندوقه الاثنين. اوكي ماشي، باي باي.